تعتبر الصين دولة الحزب الواحد، حيث حكم الحزب الشيوعي بقبضة من حديد لأكثر من 60 سنة. تمثل شبكة الويب هنا قلقا جماعيا وفرصة عظيمة على حد سواء. تضم الصين أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت في العالم، إذ يصل عددهم إلى 253 مليون شخص. لذلك يشكل تأثير شبكة الويب على السياسة تهديدا ضخما للدولة. ومع ذلك ساعدت هذه التكنولوجيا في نمو الاقتصاد الصيني نموا هائلا. يتحتم على الدولة الصينية أن تلاعب مواطنيها بمهارة لعبة القط والفأر. إنها لعبة تعرف عمل شبكة الويب في القرن 21. أعتقد أن موقف الحكومة ينحصر في استعمال قوة الإنترنت لدعم الاقتصاد، أما فيما خص السياسة والثقافة والمجتمع يساورها قلق حقيقي حيال المعلومات المنشورة على شبكة الويب، والتي من شأنها أن تشكل تهديدا لهم. لا يمكنهم إيقاف الإنترنت بكل بساطة، لأن التجارة الصينية تقوم على التصدير، وهم يحتاجون مخاطبة زبائن غربيين. تعتاش الجامعات الصينية على المعلومات التي تحصل عليها من الجامعات الغربية والاطلاع على الأبحاث وتحميل المحاضرات. لا يمكنهم منع ذلك. يريدون حظر موقع فالون غونغ وحظر كل ما هو متعلق بالدلاي لاما. إن الجهود التي تبذلها الصين لفرض رقابة على شبكة الويب مذهلة. هناك ما يقارب 30,000 صيني يراقبون الويب بدوام كامل. تحسن مستوى الأداء الصيني في السنوات 15 الأخيرة فيما يعرف اليوم بالسور الناري الصيني العظيم، والذي يراقب مجموعة وسائل إعلامية محترفة. لذا يشاهد الصينيون موقع صحيفة نيويورك تايمز، فإما يقررون حظره أو يسمحون بإمكانية الولوج إليه، ويكررون الأمر نفسه مع موقع ويكيبيديا وهكذا دواليك. يبدو الاستثمار الهائل الذي قامت به الدولة الصينية لمراقبة الويب قد أوتيت ثماره، إذ نجحوا فعليا في حظر مواقع غربية تنتقد سياساتهم. ما غاب عن بالنا أن ما نراه من منع لمواقع نيويورك تايمز أو مواقع البي بي سي ليس خوف الحكومة الصينية من التحدي الذي يشكله الويب عبر إدخال معلومات غربية متحررة إلى بلادهم، بل على العكس إنهم يرون تهديد آتيا من الداخل، من الأحاديث التي يتداولها مئات الملايين من الصينيين فيما بينهم. ولعل خير دليل على صحة هذا ما حصل في أيار مايو عام 2008، عندما وقع زلزال ضخم في سيشوان أسفر عن سقوط 70,000 قتيل صيني. في الوقت الذي انهارت الأبنية المدرسية لم يلحق أي ضرر بعدد كبير من مباني الحزب الشيوعي. غضب الصينيين الصامت الذي عبروا عنه على الويب شكل تحديا جديدا بوجه السلطة. قدم مواطنون صينيون تقارير عن حادثة الزلزال، التقطوا صورا وفي أحيان أخرى أشرطة مصورة، ونشروها شبه مباشرة على أضخم خدمة إنترنت في الصين الكيو كيو وعلى تويتر. لم يكن هذا عمل وسائل إعلامية خارجية أو مصادر موثوقة ومهنية، إنما كان عملا إعلاميا يتولد في الداخل، وأعاد نشره 500,000 مصدر هاون. نظرا لعدم قابلية وسائل الإعلام الرسمي على التحري في قضية انهيار الأبنية المدرسية، لبى عدد من المدونين النداء. نخص بالذكر الفنان الصيني آي وي وي، وهو أيضا مدون ذائع الصيت. باشر بشجاعة مشروعا لتجميع أسماء الأطفال الذين قتلوا جراء انهيار المدارس، ونشرها على المدونات بمساعدة صديقه. ألهم هذا العمل مئات المتطوعين الذين قصدوا بالفعل منطقة الزلازل وأجروا تحرياتهم ونشروا أسماء الأطفال على مدوناتهم. لم تحبذ الحكومة الصينية فكرة ذهاب عدد كبير من المتطوعين للتحري عن الأبنية المدرسية المنهارة في سيشوان، لكن من وجهة نظري أراق ذلك الحكومة الصينية أم لا، سيتضاعف نمو هذه الطاقة العفوية يوما بعد يوم. إلا أن الرقابة ليست إلا مجرد تكتيك واحد لجأت إليه الحكومة. إن الصين كالحكومات الأخرى تستغل واقع أن المواطنين ينشرون تفاصيل حياتهم على الإنترنت. واحد من أكبر الابتكارات في مجال المراقبة في السنوات القليلة الماضية
جاء نتيجة انتشار مواقع الشبكات الاجتماعية والمرافق الاجتماعية وكافة أشكال المواقع الأخرى، لأنه متى ما كشف الناس عن هوية أصدقائهم يصبح بالإمكان تحليل المجموعات، وبالتالي يبدأ البحث عن المجتمعات السرية. يعتبر هذا الأمر أداة قوية جدا بيد الشرطة والاستخبارات والاكتشاف من يشايع بعض المعتقدات الخاصة كالأسلمة أو مناصرة الديمقراطية في الصين. عاجزة أو غير راغبة في تقييد كل نقاش حر على الويب، شهرت السلطة الصينية سلاح الويب في وجه الويب نفسه، وسخرت كل قوتها في نشر المعلومات على نحو عاجل بغية نشوب معارك بين الأفكار على الإنترنت. إن كنت عاجزاً عن إيقاف الإنترنت، عليك إذن أن ترشدها. عندما يتمزق المجتمع بسبب ضغط الحكم، يتعين عليك أن تنظم استراتيجيتك، وهذا شيء مهم جدا ومبدئي. بدأت الحكومة بتوظيف ما يعرف بمعلقي الإنترنت. إنهم مواطنون ينشرون مقالات وتعليقات مناصرة لخط الحزب الحاكم على شبكة الويب. أطلق الصينيون على هؤلاء لقب جيش الخمسين سنتا، لأنهم يتقاضون 50 سنتا مقابل كل مقال أو تعليق ينشرونه. يقدر عدد الأعضاء العاملين في الصين اليوم ب 300,000 شخص. تقوم الرقابة على مبدأين، أولا المنع وثانيا الإرشاد. إن جيش 50 سنتا أقرب إلى المبدأ الثاني. يحتاجون في بعض الأحيان إلى توجيه الرأي العام نحو قناة خاصة أو مسار معين. ولكن مجددا نجح مجتمع الإنترنت في إدراك لعبة القط والفأر القائمة. كان وين ينشاو ينتمي إلى ذلك الجيش، لكنه يشكك بمدى فعالية ميزان الحركة على الإنترنت. أظن أن تأثير جيش 50 سنتا كان مبالغا فيه. نعلم أن الحكومة تبذل جهودا كثيرة في تدريب معلقي إنترنت محترفين، كما لديها أيضا معلقون يعملون بدوام جزئي، إلا أننا نستشف أن قواهم خائرة من خلال الإنترنت. أحيانا ينشر مقال معين في مكان بارز جدا، فندرك حال ما نراه أن ناشره من جيش 50 سنتا. على الرغم من الاستعمال الدقيق والمعقد للحكومة الصينية للإنترنت، تظهر شبكة الويب على المدى الطويل قدرة سحرية للنجاة من أي محاولة تقييد. ولما كان تدفق المعلومات ليس كافيا، لجأت الدول التي تميل إلى الانعزالية إلى استخدام الإنترنت لتنفتح على العالم. تعتبر الإنترنت بلا شك قوة للاتصال المفتوح في الصين كما في أي مكان آخر. كلما ازداد